مرحبا أهلا وسهلا بالناجحين بإذن الله موضوع اليوم قصير ومهم تعديل اختبار إمسات الإمارات القياسي هذه ظاهرة جديدة وبالذات على الإنستغرام فخلينا نتكلم فيها ونعرف الموضوع أول شيء دائما في عبارة باللغة الإنجليزية يقول لك هالشي too good to be true يعني صعب تصدق لأنه يعني جيد جداً ما يعني صعب انك تصدق فالناس هذه هو يعتقد نفسه يعني يعني ان الوزاره ملك ابوه يطبع لك اوراق على كيفك وشو الماده لا الامور طيبه يعني نحن كاننا في زيمبابوي ولا الله اعلم وين فهذا الكلام ما يدخل روسكم ابدا 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 وانا تواصلت معي طالبه ضحكوا عليها للاسف و وتواصلت انا معه من حساب ثاني ووداني على دكتوره ما وين وهي تواصل معه والرقم اللي اتصل معي للامانه من السعوديه. فانتبهوا من الاشياء هذه واعرفوا ان الوزاره عندها طرق متطوره كثير لكشف مصداقيه الشهادات، مو بس اللي داخل الامارات من دول اخرى خارجيه. فانتبهوا لهالشيء هذا الله يهدينا ويهديكم وعلى كل عادة أكثر فئة ما ينضحك عليها هي جيل الإنترنت ويسموها جينيريشن زي هذه أنتم منهم هذوما مواليد آخر التسعينات لين 2010 يعني أنتم أصلا صعب جدا حد ينضحك عليكم فالله هلا في العمل الجاد توكلوا على الله ترى ما هي بالصعوبة اللي تتخيلوها هو الإنسان بس يحتاج شوية وقت ويراجع ويصبر على عمره ويكون نفسه يستثمر في نفسه في اللغة الإنجليزية تظل معاه مدى الحياة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته